بعد خسارته في أول نزالان له في منظمة اليو اف سي، كان يتطلع المقاتل الشيشاني زليم عمادييف إلى الحصول على انتصاره الأول في المنظمة، ولكن بانتظاره كان مقاتل عنيد ومهاري للغاية ميشيل بيريرا، والذي يعتبر من أمتع المقاتلين في رياضة الفنون القتالية المختلطة. وفي يوم الوزن هاجم زليم خصمه ميشيل كما يفعل مع خصومه بالعادة، ولكن هذه المرة تمادى وصفعه في وجهه، مما أدى إلى زيادة التوتر بين المقاتلين خصوصا بيريرا لأنه أراد أن يأخذ ثأره من زليم. وفي دخولهما إلى القفص بدت علامات الثقة على وجوههم، وكنا على موعد مع نزال ممتع للغاية. وعندما بدأ النزال خرج بيريرا بطريقة أكثر تحفظا مما كان عليه في نزالاته السابقة، وضغط عمادييف إلى الأمام، لكنه كان يتلقى ضربات مضادة قوية من قبل بيريرا، منها ركبة قوية في وجهه. بعدها بدأ بيريرا بالانفجار وبدأ باستخدام حركاته المبهرجة كالعادة، منها ركلة الشو تايم الشهيرة التي اخترعها أنثوني بيتس، ولكن سرعان ما عاد إلى اللعب الهادئ واستخدام التقنيات الأساسية، وبسبب ذلك أسقط عمادييف بيد يمنى جميلة. وبحلول نهاية الجولة كان بيريرا مسيطرا سيطرة تامة، بل ووقف وسخر من عمادييف بعد الجرس وانتصر في الجولة الأولى. بدأت الجولة الثانية بشكل بطيء على الرغم من انتهاء الجولة الأولى بنظرة حادة بين المقاتلين. ضرب زليم بيريرا بلكمة يمينية قوية جدا، وكان يسعى لجعل بيريرا أن يدفع ثمن تصرفاته الساخرة. أظهر بيريرا بعض الغرائز الدفاعية القوية باستخدام الهيد موفمنت للهروب من لكمات زليم. استقر بيريرا وعاد لاستخدام حركات الكيك بوكسينج الأساسية، واختار ضرباته بحكمة لكي لا يخسر طاقته ويتعب في النزال، وانتصر في الجولة الثانية. كان لبيريرا بداية قوية في الجولة الثالثة برمي كل أنواع الهجمات على زليم. كان يلعب نزال جميل وقوي للغاية، ولم يلجأ إلى التهور والحركات الجنونية كما يفعل بالعادة. حاول زليم الضغط إلى الأمام، ولكن بيريرا كان ببساطة سلسا للغاية بحيث لا يمكن ضربه، حتى أن بيريرا انتقم من الصفعة التي تلقاها من زليم في مرحلة الوزن من خلال إلقاء بعض الصفعات على وجه عمادييف. وعندما بدأ أن النزال سيذهب إلى قرار الحكام ضرب بيريرا زليم بحركة السوفليكس، وعندما نزل نزال إلى البساط هجم عليه وأنهاه عن طريق الخنق. رغم أن زليم لم يستسلم أوقف الحكم النزال، وبدت علامات الهزيمة على وجه زليم عمادييف. وبعد النزال نادى بيريرا ماسفيدال ليلعب على حزام البي ام اف. The BMF belt, Jorge Masvidal, beware, you are next. أما زليم فقد حصل على 3 خسائر متتالية، وأتوقع أن يطردوه اليو اف سي من المنظمة، ليس فقط بسبب الخسائر ولكن أيضا بسبب تصرفاته الغير لائقة قبل كل نزال. شكرا لكل اللي تابع الفيديو، أتمنى تكونوا استمتعتم فيه. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، واكتبوا لي كومنتاتكم في الكومنت سكشن تحت. بارك الله فيكم أنتم وهاليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.